السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم جيت بفيديو جديد ان شاء الله وكنتمنى يعجبكم. اليوم جيت غادي نقدم معكم الفيديو ديال البقلاوة اللي درتها واحد النهارات ولا جوج مرات قاع درتها في رمضان وخارج رمضان. داكشي علاش قلت نديرها لكم في الفيديو ديال اليوم ان شاء الله وكنتمنى يعجبكم الفيديو ان شاء الله يا ربي. ودابا غادي ندوزو للمقادير والطريقه ديال التحضير ديالهم. درت زلافه ديال اللوز ودرت زلافه ديال الكاوكاو والزبده على حساب الورقه ديال الفيلو اللي عندنا ومعلقه صغيره ديال القرفه وجوج معالق صغار ديال ماء الزهر وشويه ديال البيستاش للتزيين فقط. هذا على حساب السيرو. درت كاس ديال الماء وكاس ديال سكر سنيده والورقه ديال الفيلو راهي كتباع عند الاتراك وكتباع عند حتى في المغرب على حساب الناس اللي عايشين في المغرب راه كتباع في كارفور وفي اسواق السلام وقيله وي اسواق السلام وكارفور كتباع فيهم على بركه الله. دابا غادي نجي غادي نفتح الورقه ولكن قبل ما نفتح الورقه غادي نجيب واحد المول اللي عندي كبير كيف ما كتشوفوا. غادي ندير اللوز وندير كاوكاو نخلطهم. كاوكاو هذا اللي كنت عدلت به ديك المره ديك الحلوه ديال الكاطو. غادي نخلطهم وغادي نزيد لهم ماء الزهر للتنسيم وصافي ماشي ضروري. والقرفه اللي ما بغى يديرها حتى هي ما يديرهاش. وغادي نخلطهم مزيان كيف ما كتشوفوا. ونحتفظوا عليهم على جنب ودابا غادي نجيبو هادو غادي نحافظ عليهم على جنب حتى من بعد ما غاديش نحتاجوهم هاد الساعه. غادي نجيب الطاوة اللي عندنا وغنوجدوا الورقه ديال الفيلو كيف ما كتشوفوا. غادي ندير تقريبا خمسة ولا ستة من تحت وستة من الفوق. غادي ندير كولة واحدة راه كتقطع هي فخاجيل شوية وغادي نجي نوجد هذه هي الأولى ونجيب الزبدة اللي عندي وندهنها كاملة. كيف كتشوفوا ندخل في هذيك الزبدة عاد من بعد نزيد الورقة الثانية. درت انا جوج مجموعين ولكن غادي نعرف كيفاش غادي نخدمهم. ندير لهم الزبده مزيان حتى هما كيف كتشوفوا
6 نساليو 6. انا غادي ندير 6 الفوق 6 لتحت ومن بعد غادي نستير 6 الفوق. من بعد دابا ما دهنتها مزيان كيف كتشوفوا انا درت الورق. هادو الجوانب غادي نقطعهم بالموس باش تجيني البقلاوه ديالي مقاده، وغادي نجي نفرش الحشوه اللي عندي كامله. نديرهم بحال هكا كما كتشوفوا، نفرشها ومن بعد غادي نجيبو عاوتاني الورقه اللي عندنا. وندهنوها حتى هي بنفس الطريقة باش تجينا مقرمشة. وندير شحال ما درت تحت نديرو الفوق. ندير 6 درت 6 الفوق ندير 6 التحت. من بعد دابا ما ساليتها كاملة غادي نجي هاد الزبدة كاملة غادي نكبها. ونجي نقطعها بالموس. من بعد دابا ما ساليتها وكلشي غادي نجيب الموس. الموس نجيب الموس نحيد ليها هاد الجوانب باش تجينا مقاده كيف كتشوفوا. كتوقع في الجوانب ها هنا نحيدهم ونجي دابا نقطع. نساليو البقلاوه كامله اللي عندنا. من بعد ما قطعت هذا دابا كامله على طول، سمحوا لي صحاب لي الفيديو كيتسجل، غادي نجي نقطعها بهذه الطريقه. تم نضغط عليها مزيان كما كتشوفوا. نتوما بغيت ديروها مربعات ديروها مربعات حتى نسالي كامل الطريقه. تنساليها كامله وغادي ندخلوها ان شاء الله للفران على درجه 180 ونخليوها طيب على خاطرها ان شاء الله ونرجعوا معكم. من بعد دابا ما قطعتها كامله ها هي كيف كتجي، غادي نمشي نديها للفران وغادي نجي نوجد معكم السيرو اللي غادي نسقيوها بها. من بعد دابا ما دخلت البقلاوه ديالي غادي نجيب كاس ديال السكر ونديرو في كاس ديال الماء ونخلوه على نار مهيله حتى يعود بحال اللون ياخذ اللون الذهبي ديالو ونسخيو به البقلاوه ديالنا. من بعد دابا كيف كتشوفوا يا راه يلا خرجتها من الفران وجات السيرو ديالنا كيف ما كتشوفوا ها
غادي نجي نكبو عليها. باش يدخل هذاك السيرو كامل كيف كتشوفوا. ومن بعد دابا نجي نزوقوها بهذا البيستاش. كيف ما كتشوفوا وغادي نكملهم بنفس الطريقه كامل نكملهم بنفس الطريقه. كيف ما كتشوفوا انا زوقت غير البعض ديالهم ما زوقتهمش كاملين. دابا غادي نمشي ونجيب بحال هكا نهزهم ونديرهم في البلاطو ولا اي حاجه ديروها فيهم. نهزهم غير بشويه فيهم كيتكسروا بالعجله. حتى نساليو الطريقه ديالنا كامله. وهذه هي طريقه التحضير ديالها والطريقه باش قدمتها انا. وكنتمنى تعجبكم هذه الوصفه ديال اليوم اللي وجدت معكم. صراحه راه كتجي زوينه وكتجي مقرمشه كيف ما كتشوفوا. وتقدروا تقدموها للعائله ديالكم في الاعياد وجميع المناسبات. هي كتجي زوينه وكتوجد في رمشة عين. ها هي كي كتجي يعني كتجي الورقه ديالها مورقه وزوينه. كنتمنى تعجبكم هذه الوصفه اللي وجدت معكم اليوم. والسلام عليكم. خليتكم على خير ان شاء الله الى فيديو اخر. وكنتمنى يعجبكم هذا الفيديو.